مرسي يا أبا العباس. بعدين معك عسكري، نشم فوق شوية. حاضر يا فندم. خلي النشان على السواد يا عسكري. انت ايه ما بتشوفش؟ والله يا فندم هو احسن، انا اضرب الاول وبعدين ترسموا السواد فوق الضرب على مهلكم. ولقد انتهينا بعونه تعالى من التدريب بنجاح استرعى الانتباه، وسننتقل بعد ذلك الى مدرسة فن البحر، وعشان كده ادونا اجازة 12 ساعة تبتدي من الساعة 2 يوم الخميس، يعني 2:30 تبص من الشباك تلاقيني على الباب. قوليلي يا اختي كفاية كده ولا ايه؟ تعال قوي، ده غدا معتبر. كنت عايزة اعمل صينية كنافة ملحقتش. حلوة قوي كده يا اختي، ده غدا يشرف ويملى العين. اهو منقدم السبت لقى الحد قدامه. وحياتك الا بكره يقدم الحد والاثنين والثلاث، ده قايم نايم يحلم بالست نادية ومستني على جمر ساعة القبور. وحياتك ما تنسيش تبقي تقولي له يلغيها على الغدا، حكم الملغية تفرح البنات. عينيا الاثنين. اهلا بسنيورتي. اسم الله يعز الحبايب. يسلم ايديك يا ماما. كله علشان عيونك، هي مامتك لها اللي ساعدك وهناك يا حبيبتي. انا متشكره قوي على العزومه الحلوه دي، لكن انت عرفتي منين انه جاي النهارده؟ ماما اللي عزماه. عزماه؟ عزمه مين؟ العزومه دي مش لرجب؟ لا مش لزاب. ومين يعبره ولا يصبره ده؟ طب كفايه بقى، ان شاء الله ينكفي على ملا وشه ما يمعى ولا يستوعى. غريبه قوي يا اختي على الشبادي وعلى حبها الرجب. يو المعلم وصل. المعلم يا صلاه النبي احسن. يا حرام، ايه اللي حدفك علينا الساعه دي؟ ترمي الرمل. وراجع امتى يا وليه؟ هو انا لسه وصلت. يوصلك القضاء المستعجل يا رب. عارفه انك فيكي ملامح من المتر اليوز. اهلا 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 اهلا، الحمد لله على السلامه. شويش الله يسلمك، نورت البيت. البيت نور بوجودك يا حضره الصوت. ازيك يا راجل؟ الحمد لله. وحشتيني قوي. ان شاء الله ما تشوفيش وحش. ما تشوفش وحش ازاي وانت واقف لها في وشها؟ وبعدين بقى في الحرمه الاسيويه دي. معلش يا راجل معلش، انا عايز اسمع منك كل حاجه، عايزك تحكي لي على كل شيء. اهلا 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 اهلا، باين عليهم معايا.
يا صلاة النبي اتفضل يا معلم اتفضل. اهلا رجب، ازيك يا ابني؟ الله يخليك. مبسوط؟ الحمد لله. ابن اخويا معلم عباس، شوف بقى ازاي. ما زي ما هو. ايه اللي زاد عليه البدلة؟ ده حتى لو لبسوه بدلة قبطان برضه شكله يموع النفس. انا وياك، لا الوحش بيحلو ولا الزفر بينضح. السفرة جاهزة، اتفضلي يا جماعة. ايوه اتفضلي. اقعد جنبي هنا يا رجب. اتفضل يا معلم اتفضل. مؤاخذة يا معلم عباس، الست مكسوفة قوي، اصل يعني الاكل مش قد المقام. كل ده ومش قد المقام؟ اكلة بشبع لو تقدر تهضمها يا ريس رجب. ههضمها، انا لسه شباب وفي العسكرية. ما تتفضل يا معلم، انت عايز عزومه ولا ايه؟ بيتك ومطرحك. ده العاشم برضه، واللي يتعاشم في وجه الله يكرمه. ده اكرامك فرض واجب، على راي المثل ما يجي من بعد خيرك. ده الحبه اللي بقعدهم هنا ما بسمعش سيره غير سيره المعلم عباس وخير المعلم عباس والفرح اللي هيفرحه المعلم عباس. ده ضروري وعن قريب. رجب، قمت ليه يا ابني؟ ما تكمل اكلك. ياكل بعدين، سيبه يقول. الناس تقول كلام حلو على الاكل، مش تقول كلام زي الدبش. يا اخي دبش لما يفتح نفوخك منك له. اتفضل يا معلم ولا يهمك. وانت ناوي تاكل ولا تفصل؟ اديني باكل. كل كمان. قمت ليه يا راجل؟ ده بيتك وخير عمك، كان حقك تقعد وتغصب، واللي ما يعجبوش يطق من جنابه. يا ست انا هحارب في بيتكو ولا في الاسطول؟ ما تخليش حد يتحداك ويفتكر انه غلبك. وعلى ايه؟ ده انا جاي يوم زياره ومسافر، لازم اعتمد لكم الدنيا. ولا يهمك، ما دام انت عارف شعوري من ناحيتك. ما هو ده اللي هيجنني، انا وانتي وعمي قلبنا واحد ونيتنا واحده. وصول التكتيك المظبوط ان احنا نعمل هجوم مفاجئ على المأذون عشان نخليها امام الامر الواقع. انا ما عنديش مال. يعني الاجازه الجايه ننفذ الخطه؟ ربنا ما يحرمنيش منك يا ناديه. اشوف وشك بخير. مع السلامه. انا ماشي. مع السلامه. أنا ماشي. مع السلامة. أنا ماشي مع السلامة. اديني ماشي. أتفز. نمرة اثنين. سعد. أتفز. نمرة ثلاثة. سعد. أتفز. أربعة. سعد. أتفز. أسعد. أقفز. أسعد. أسعد. أجري أجري أجري. حاضر. أجري شوية. أجري شوية. سرحان فيا يا راجل؟ ايه، عقبال ما ربنا يهديك وتسرح زي يا منير. انا خلاص هتجوز. تتجوز؟
طب وانت عارف انك عشان تتجوز لازم يكون عندك تصريح من قائد؟ قائد؟ ومين اللي قال الكلام ده؟ انا كمان كنت هتجوز شوشو الجمعه اللي فاتت، بس المأذون قال لي لازم اجيب تصريح من قائد. انت تتجوز؟ ايوه رجب، انا اتغيرت خالص، البحريه غيرتني. مش قلت لك؟ اسمع، احنا بكره نروح لحضره القائد وناخد منه تصريح بالجواز. يا ريت، بس مش ممكن. مش ممكن ليه؟ انت ناسي ان احنا طالعين بكره زياره لوحدات الاسطول؟ يا نهار اسود، عدم المؤاخذه، الواحد قاعد زي الاسطول. يلا بينا. يلا. نعم يا معلمي. عملت ايه مع المحال؟ كل خير، اعلان الحجز اتكتب قدامي والرسوم اتجدرت على 150 جنيه ودفعتوله وزمنته تورد المحكمة. يعني جرب المحضرين هيحدد ميعاد للبيع النهارده؟ ايوه يا معلمي، وكلها كم يوم وتشوف بعينك المحضر داخل بيت المعلم حنف عشان يتربى، واذا عارض في الجواز بعد كده هنفرجوه اكتر من اللي شافه. اتفضل. خلي الصورة دي معاك عشان تعرف ميعاد البيع. ربنا مش هيجيب بيع ان شاء الله. ان شاء الله. واحب افهمك انك مسؤول عن المنقولات المحجوز عليها دي، لانك ماضي على الحراسة، فأي تصرف فيها يعتبر تبديل. ربنا هو الستار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا رب. في البيت فضختني في وسط الحته مش ريحت. ادي عليك بايه يا حلف يا ابن فطومه. ادعي ربنا يفرجها علينا وننستر يا ولد. ما هو فراكه واحنا اللي بنتبطل، بعت لنا الخير لحد دارنا واحنا اللي بنرفضه برجلينا. انت بعد كده هتكسب ولا هتشوف خير؟ يا وليدتي الله، دي حته بنت واحده اللي حيلتني، نطفي بايدينا نور عينيني. انتم على وشي يا اخواتي، ما لما تتجوز عباس وتلبس احسن ملبوس وتاكل اللي تشتهيه النفوس يبقى معناها بنطفي نور عينينا؟ طبعا. وتطبعها على كيفك؟ انا مش شايف سعادتها يا عباس، روحه مش موافقه روحها، كلامه وافعاله ما بيعجبوهاش. ما هو انت السبب، هي كانت سمعت منك كلمه حلوه عن عباس ولا شكرانيه في انسانيه عباس ولا حبتوش؟ ما هو الاثنين كانوا قدامها وعلى المكشوف، هي بس حكايه كلام. انت بتكره بنتك وبتحب ابن اخوك ومخلصك تتذبح قدام عينيك ولا تمدش ايدك وت
بتحوش السكين عن رقبتها. اني ايوه انت، وهي السكينه طالتنا علشان تنبسط انت وابن اخوك. بلاش من ابن اخوي، الامر لله، جوزيها يا ست العباس الزفت. اهجت اول ما توصل كلمها. صباح الخير يا بابا. اما انا عندي لك اخبار مدهشه. خير يا بنتي؟ طول بالك بس يا بابا، الجواب ده فيه ثلاث اخبار كل خبر احلى من التاني. اولا رجب خلص مدرسه فن البحر، ثانيا هيستلم شغله على مركب قريب، ثالثا قدم طلب بالتصريح بالجواز، واول ما هيستلم التصريح هيطلب اجازه وحي عشان نكتب الكتاب. ما قلتليش يا بابا مبسوط ولا لا؟ مبسوط يا بنتي مبسوط. ولما نكتب الكتاب هنخلص من رزاله الزفر، ويا ريت يا بابا تشوف لنا شقه بعيد عن هنا ونعزل فيها. الله، انت في حاجه مخبيها عليا؟ لا بس كان بدي نقولولك. اتكلم بسرعه، عاوز تقول ايه؟ كان بدي نقولولك مبروك وعلى بركه الله. هو ده الاتفاق اللي احنا اتفقنا عليه؟ مش قادر. قولي لها انت ايه اللي حصل يا ماما؟ اتحجز علينا وهيتباع عفشنا بعد 15 يوم وهنتحجز في الشارع. ومين اللي حجز علينا؟ المعلم عباس، له عند ابوكي 150 جنيه من زمان ما رضيش يطالبه على اساس انه هيناسب، ولما ما لقاش من حضرتك ريق حلو ولابوكي من صفك قال لما اجيب بوسهم الارض يمكن يعقلوا. 150 جنيه؟ وابويا هيجيب منين 150 جنيه؟ ويا ريت على الحجز وبس. في ايه تاني؟ المراكب اللي كان ابوكي ماجرها من عباس، خدها منه وقعد في البيت، لا شغله ولا مشغله. والحل ايه؟ مفيش غير حل واحد اتفقت انا وابوكي عليه ما قدرش يقولهولك. ايه هو؟ تتجوزي عباس الزفر. إذا اتجوزت عباس يتنازل عن الحجز؟ ويرفع الحجز عنه ويساعده بالفلوس وتبقى عيشتنا حاجة حلوة. إن ما كانش كده قليل المطيت أبوكي ومات فيها. تحت أمركم، اعملوا اللي أنتوا عايزينه. أهدي دلوقتي بنتي وحبيبتي. في حاجة يا سويس؟ خلقتك مش عجباني ابدا. عندك حق يا فندم، انا نفسي خلقتي مش عجباني، انما المسألة مش بالشكل، اذا كان على الشكل. عسكري! حاضر. انت ما خدمتش معايا قبل كده؟ لا يا فندم، من اول يوم ليا على المركب. ما خدمتش معايا في الجيش؟ لا يا فندم، ده اخويا. لازم خدمت معايا في البوليس. لا ده اخويا التاني حاكم، احنا اربع توائل. لسه فيه رابع؟ الطيران يا فندم. الله يخرب بيت بيتي يا فندم بيتي. خطوة الخلف مرش. مستجدين صفا، مستجدين. ايه انت؟ الطابور الاولاني بعد خمس دقايق، اول ما تسمعوا النوبة تجمعوا هنا على طول، ودلوقتي تروحوا تغيروا هدومكم في البرطوس. برطوس يعني ايه؟ لست ادري. بيقول لك ايه يا عسكري؟ انه يريد ان يعرف معنى كلمة برطوس. البرطوس هو عنبر العساكر، مفهوم؟ مفهوم يا ابن البرطوس. مستعدين صفا، مستعدين انبا، مخالي شل. انت مش سامع يا عسكري؟ مخاليش يا عسكري. هو بعينه بغباوته وشكله العكر يا عسكري، مخاليش. يا جماعة اللي اسمه مخالي يرد احسن، ده راجل شراني وانا عارفه. يا عسكري غبي وما بتفهمش وسكتنا كمان اطرش ما بتسمعش، مخاليش. يا فندم حضرتك غلطان، انا اسمي رجب مش مخالي. هو بعينه بلمطته بغلبته يا عسكري، مخالي يعني جمع نخلة. شيل النخلة. حاضر يا فندم. اليمين دور انصراف. يا
في 4 منهم. انا ما اديش عقلي لغيري ابدا ابدا. طعم هنبر على اليمين حتى كما كنت على اليمين حتى كما كنت على اليمين حتى كما كنت.